منظومة القضاء على فيروس سي. بترعى الدولة منظومة القضاء على فيروس سي بتكلفة تقديرية للمشروع بتبلغ 5 مليار و600 مليون جنيه، وبيرتكز المشروع على التالي: منع انتشار فيروس سي، وفحص 45 مليون مواطن بالكشف السريع بتكلفة 2 مليار و322 مليون جنيه، بالإضافة لعلاج حوالي 2 مليون و150 ألف مواطن بتكلفة 3 مليار و250 مليون جنيه. ده غير خفض معدل انتشار التهاب الكبد والحالات المصابة والمسح الشامل للمواطنين المستهدفين وعلاج المصابين المكتشفين وإنهاء قوائم الانتظار الحالية.